Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Mazilna fi mawdu' Ramadan Mubarak. Waqad wasalna ila al-juz' ar-rabi' min al-hiwar al-awwal. Wa لا أكتب على الشاشة المفردات الجديدة لسهولة معاني المفردات الموجودة في الحوار. نشرح في قراءة الحوار. قال الابن: أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. قال الوالد: بارك الله فيك، سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. قال الوالد: بارك الله فيك، سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. مرة أخيرة. قال الابن: أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. قال الوالد: بارك الله فيك، سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. أظن الحوار في هذا الجزء مفهوم لديكم، ليس هناك أي حاجة لشرح هذه الجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.